إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نحضر اليوم بينكم ومعكم أعزائنا وأبناءنا الأبطال، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تشرفوا وطنكم المفضل الذي لم يبخل عليكم بأي وسيلة للتحضير الجيد، وراجيا من الله سبحانه وتعالى أن تعلو راية الجزائر خفاقة في علياء سماء وهران التي تنتظركم لتفرحوا شعب الجزائر في هذه المدينة المضيافة بعد 47 عاماً من الدورة السابقة لألعاب البحر المتوسط التي نظمتها بلادنا في سنة 1975. بارحة شاهدنا تنصيب المجلس الأعلى للشباب، نصبه السيد رئيس الجمهورية معلناً عن إعطاء المشعل للشباب ليكونوا في قاطرة هذه الأمة، فهم ذخر الأمة وهم كنزها الدفين الذي حان الوقت لكي يعلن عن كل مكنوناته وأن يقود وطننا الجزائر. وما هذا اليوم الذي ينطلق فيه قطار الشباب حاملاً شبابنا الأبطال إلى وهران إلا علامة فارقة إن شاء الله لكي يقود الشباب هذه الأمة في كل الميادين. وما توافق تنظيم هذه الألعاب مع الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية إلا دليل على قدرة بلادنا في مراودة الانتصارات وإضفاء البهجة على هذا الشعب العظيم. إن شاء الله ندخلوا الألعاب البحر الأبيض المتوسط بقوة، ونشجعوا كل الرياضات الأخرى يعني، وإن شاء الله نرفعوا الراية الوطنية. إن شاء الله يكون عام تاع خير بعديد من الميداليات، ما يكفيكمش أنه الألعاب البحر الأبيض المتوسط راهي في بلادنا، وإن شاء الله إحنا كرياضيين نديروا كل ما علينا باش نحصدوا عديد من الميداليات في جميع الأصناف، وإن شاء الله يكونوا من ميدالية الثامنة إن شاء الله.